سلام بنات ودراري، كيف داري؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم البنات غادي نشارك معكم البصاره ديال الجلبانه يابسه. كتجي بنات بنينه بنينه، ما تشبعوش منها، كتليق لهذا البرد. كنتمنى تجربوا مع افضل ديالكم. تابعوا معايا البنات الفيديو حتى الاخر، ولا تنساو ليا اللايك في هذا الفيديو. بسم الله. هنايا البنات غادي نحتاجوا في هذا الاناء 1 كيلو ديال الجلبانه يابسه. من بعد ملي نقيناها هنايا البنات غادي نغسلو دابا الجلبانه، ماشي مره ماشي جوج، باش داك الزفوريه ديال الجلبانه ما تكونش فيها. في الطنجره غادي نحتاجو 1 لتر ديال الماء ديال الشتا، من بعد ملي صبات لينا الحمد لله في بلادنا، الله يعطينا لينا قد نفع. وهنا البنات الطريقه ديال الماء ديال الشتا راه دغيا كطيب ليكم، ما تحتاجوش واحد المده طويله. ولي البنات غادي نفرغوا دابا الجلبانه ديالتنا من بعد ملي غسلناها، ماشي مره ماشي جوج. من بعد غادي نحتاج 1/8 ديال الدروس ديال الثومه، من بعد ملي حكينا في الحكاكه. من بعد غادي نضيفوا زيت الزيتون، غادي نضيفوا في الاول باش الجلبانه ما تفرغش ليكم في البرمه. صافي هنا البنات غادي نحرك الجلبانه، صافي غادي نغطيو عليها، والملحه غادي نخليها حتى الاخر. من بعد ملي طاب لينا الجلبانه يابسه، ما غاديش ياخذ منكم وقت طويل، واحد المده ديال 10 دقائق ولا 15 دقيقه دغيا كطيب لكم بالماء ديال المطر. اللي ما متوفرش عنده الماء ديال المطر يدير غير الماء ديال الروبيني العادي. غادي نضيف واحد نص معلقه ديال التحميره، وانا كنضيف التحميره وانا كنحركش. من بعد غادي نضيفوا شويه ديال الملحه، راه الجلبانه يابسه راه فيها الملحه، غنضيفوها واحد الكميه قليله. هنا من بعد ملي دفنا ليها نص معلقه ديال التحميره والملحه غادي نخليه واحد دقيقه اولا جوج دقائق، وغادي نطفيو على النار. ايوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال البصره ديال الجلبانه يابسه. كنتمنى تجربوا مع افضل استاذكم. من بعد ملي زيناها بشويه ديال التحميره وشويه ديال الكمون، ودرنا ليه واحد الخطوط ديال زيت الزيتون، وكتليق البنات هذا البرد. كنتمنى تجربوا مع افضل استاذكم. كنشكركم سواء البنات سواء الدراري في القناه ديالتي، كنشكركم على الكومونتيرات وعلى اللايكات زوينه كتخليو ليا. كنشكركم بزاف بزاف ان شاء الله. تابعوا فيديو اخر وليا فيسكم. يلا بسلام عليكم.